فلقد بدأت الندوة بحفل الافتتاح الرسمي الذي ترأسه ممثل رئيس الجمهورية وزير التربية وترقية المواطنة السيد أبو بكر الصديق شوروما، وبحضور عدد من ممثلي السلك الدبلوماسي بالبلاد إلى جانب الأساتذة والباحثين في الجامعات والعلماء وحفظة كتاب الله عز وجل وممثلي المكاتب الفرعية للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في أقاليم البلاد. استحل الحفل بآية من الذكر الحكيم تلتها الكلمة الترحيبية التي قدمها الأمين العام لفرع المؤسسة بتشاد الشيخ صالح محمد رمضان، مرحبا بالحضور وشاركا لهم حسن تلبية الدعوة. كما قدم للحضور تعريفا مبسطا عن مؤسسة الملك محمد السادس والأنشطة التي تقوم بها في إطار خدمة العقيدة الأشعرية والمذهب الإمام مالك. ومن ثم تحدث رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية الدكتور محمد خاطر إيسى الذي تناول في خطابه ولادة مؤسسة الملك محمد السادس فرع تشاد، مركزا على أهميتها في نشر الثوابت الثلاث: العقيدة الأشعرية والفقه المالكي والتصوف الإسلامي بالبلاد، مؤكدا دعم المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بجمهورية تشاد لفرع المؤسسة في البلاد. وبعد استراحة وجيزة عاد المشاركون في الندوة إلى الصالة لاستئناف فعاليات الجلسة العلمية، فبدأت الجلسات بمحاضرتين قدمهما كل من الدكتور عادل صغيرون مدير مركز أبي الحسن الأشعري للدراسات العقدية والفقهية والتصوف الإسلامي بتشاد وعضو هيئة التدريس بجامعة الملك فيصل والمدير الأسبق للمكتبة المركزية بجامعة الملك فيصل، والدكتور إدريس بن ضاوية من مؤسسة الملك محمد السادس للعلماء الأفارقة الأم الذي قدم من المملكة المغربية، والذي قدم ورقة بعنوان شواهد التوسط والاعتدال في العقيدة الأشعرية. ثم استؤنفت الجلسات في يومها الثاني، حيث استمع المشاركون إلى ورقتين علميتين، الأولى بعنوان مفهوم التأويل والتفويض لدى الأشاعرة قدمها فضيلة الشيخ مفتي البلاد أحمد النور محمد الحلو ونائب رئيس المؤسسة في تشاد، والورقة الثانية بعنوان العقيدة الأشعرية في ترسيخ مفهوم الوسطية ومحاربة التطرف قدمتها الدكتورة سعادة رحائم من المملكة المغربية. ومن ثم علق رئيس الجلسة على معنى الوسطية بإيجاز، وأعطى الفرصة للمحاضر الثاني والأخير الدكتور عبد اللطيف البقدوري الأشقري الذي قدم ورقة بعنوان البعد السلوكي في عقيدة أهل السنة والجماعة. تابعونا على موقع مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة وعلى شبكاتها الاجتماعية.